غدنا على البحر. جه على بالي اشرح كوانتم. ناس كتير بتقولي هو ايه الكوانتم؟ الكوانتم مش البحر، الكوانتم مش الهواء، الكوانتم مش عدد النجوم، الكوانتم مش عدد البلانتس او في العالم او في اليونيفرس كله. الكوانتم حاجة لا ما لا نهاية، عقلنا صعب يتخيله، بس هو ده المكان اللي كل شيء فيه، المكان اللي احنا اتخلقنا منه، المكان اللي احنا نقدر نغير حياتنا فيه. تعالوا نفكر فيه، لو حاولت تعدي كم نقطة مية في كل بحور العالم، او اكتر من كده كم نقطة رملة رملة في الارض على كل ثلاجات العالم، وعدد البلانت قد عدد الرمل. رقم لو حطينا واحد وحطينا صفار ممكن نمشي كيلومترات ونقعد يمكن سنين من عمرنا بنحط الاصفار لعدد بس البلانت اللي في العالم، اللي في العوالم، في اليونيفرسز. فالكوانتم فوق ده كله، الكوانتم فوق ده كله، الكوانتم هو اقوى حاجه في الدنيا. فلما نقدر نوصل للكوانتم ونشتغل فيه نقدر نغير اي حاجه، نقدر نغير صحتنا. ايوه نعم، نغير صحتنا، والاف 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 الناس غيرت صحتها. انا منهم، بس في حاجات اصعب بكتير، وفي دلوقتي ابحث على الكلام ده، مش هقدر اتكلم كتير، بس اللي حابب يبعت لي هقول لكم واوجهكم تقروا لمين، لانه العلم دلوقتي بيثبت حاجات كتير قوي. الخلايا لها زي ذكاء وتتعامل مع اليونيفرس، مع كل اللي حواليها. هي مش بس جوانا وبتتعامل مع نفسها، لا، بكل المعطيات اللي حوالينا وافكارنا هي بتتعامل وتتغير وتطول، وحاجات مش الخليه بس، الحاجات اللي طالعه من الخليه. يعني مش هقدر اشرح لان برضو مش متعمقه قوي في كل الخلايا العصبيه والخليه واللي طالع منها والنيورونز ومش عارفه ايه وايه، ولكن هو ده اللي حاصل. فالكوانتم حاجه كبيره جدا 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 جدا، نقدر نوصل له. كلنا نقدر نوصل له، بس عايز تمرين وعايزه فهم وعايزه قرايه وعايزه حاجات كتير قوي. لكن الكوانتم هي الحريه، الميه جت عليا، الكوانتم هي الفريدم. عشان كده انا سميت شغلي دلوقتي كوانتم فريدم. ازاي ناخد تحرر فعلي، تحرر من كل شيء، وممكن اتحرر من غير شيء، وممكن اغير كل شيء، كل شيء، كل شيء. ممكن اكون من فقر الغنى، من صحه معدومه بكميه مشاكل فظيعه لصحه كويسه، من مقاسي جوايا واكتئاب وحاجات تانية كتير، بدون أدوية بدون حاجة، أوصل بس للمنطقة دي هي ذبذبة منطقة الكوانتم، وأطلب إن أنا أتغير وأحسها، أحسها عشان هي بتشتغل بالفايبريشن بتاعت الإيموشن بتاعت المشاعر. مش كفاية الفكرة، الفكرة بتبتديها، بتبتدي حاجة تحصل في العقل تقول أنا عايزة ده، تقول مثلا عايزه الصحه، بس لازم احس الايموشن بتاعت قد ايه هبقى سعيده وانا في صحتي، قد ايه، واحسها بكل حاجه فيا، وابعت الطاقه دي لفوق خالص واخليها ترتبط بقلبي. قصه كبيره قوي، العلوم كتيره، اللي عايز يقرا في حاجات كتيره قوي تتقري، هارت ماث، دكتور جو ديسبنزا، دكتور بروس ليبتون، دكتور برادن، دول ثلاثه لازم نقراهم لو احنا عايزين نغير حياتنا. هارت ماث من اقوى الاشياء اللي نفهم القلب ده دوره ايه في الدنيا دي. هو مش دوره بس ينظم الجسم، لا، ويعمل الدم، لا، هو دوره كبير جدا، اللي هو اللي متعلق بفوق، هو اللي متعلق بالكوانتم. صباح الخير. بصوا على البحر بقى، ده حته من شرح الكوانتم.